التحالف في مأرب. وحسب وصف المصور عبد الله صلاح، فقد كان مقر إقامتهم بجوار مركز إقامة إبراهيم الحربي قائد قوات التحالف في مأرب. تؤكد الصور والوثائق وجود عبد الله صلاح في الأماكن التي أوردها في شهادته. كان لي الصدمة الأولى لمعالي الصدر محمد عرب يوم مر بجامع كوفل. جامع كوفل الذي هو موجود بمارب منطقة صرواح، منطقة المواجهات اللي ما بين الشرعية وما بين الحوثيين. يوم الجمعة نصف شهر مارس 2017 على أساس إن إحنا نطلع نصور، فجاء اتصال لرسول محمد العرب إن إحنا نرجع. كنا في بوابة الأولى. تمتد قاعدة التحالف العربي في مأرب إلى مسافة 10 كيلومترات محاطة بجدار ترابي يفصل بين مقر القيادة السعودية والقيادة الإماراتية ما لا يزيد على 4 كيلومترات، ويمر الداخل لهذه القاعدة بخمس بوابات. كتاب الضابط الإماراتي اللي أنا أول مرة شفته، أول مرة أشوف الضابط الإماراتي، يعني كنا نجلس عند رئيس التحالف الإماراتية السعودية البحرينية، بس هذا أول هذا الضابط أول مرة أشوفه. فنزل من فنزل فريم حقه، فريم السيارة اللي نزلت الفريم من السيارة اللي كنت أنا فيها. الضابط الإماراتي نزل فريم السيارة. طبعا محمد رجع، لا تخش الآن، خطر عليك، في معنا حدث مهم جدا سيضرب اليوم الساعة 3. جيت نشوف الأخبار، فيه استشهاد 60 شرعية وجرحى ومدريش وضرب جامع كوفل وضحايا من الشرعية. يقع المسجد المستهدف داخل معسكر كوفل التابع لقوات الشرعية. الذي جعلني متأكد أن الذي ضرب الجامع كوفل المدافع الإماراتية أو بتنسيق مع الإماراتيين، الأستاذ محمد العرب كلمني بالحرف الواحد، هؤلاء الذي ضربت المدافع الإماراتية أو ضربت الناس الذي في جامع كوفل هم هدف عسكري للقوات الإماراتية، وهؤلاء الناس يعني ما يضربوش حاجة عادية، هؤلاء الناس إنهم معهم استراتيجية ومعهم هدف عسكرية وهم عارفين بهذا الشيء. ومما لفت نظرنا في شهادة المصور عبد الله صلاح التميز على الأرض بين التحركات الإماراتية والسعودية، بل وجدنا ما هو أخطر من الاختلاف في التكتيكات. فلما رجع الأستاذ محمد العرب وراح دبي جلس حوالي 10 أيام، وبعدين رجعنا الفترة الثانية ندخل في اليمن. في اليوم الثالث يعني قال لي خلاص يا عبد الله، كان معنا سيارة سكويا اللي كانت تمر معنا في العربية غير السيارة السنجي الجيمس. الساعة 12 بالليل أبو عبد الرحمن وينام بدري على أساس يكون يصلي الفجر. فالساعة 12 بالليل واحدة قال لي تعال يا عبد الله انتظرني أنا في أوضة جهاز. كانت غرفتنا اللي كنا فيها أستاذ محمد عرب وغرفتنا الكنتيرة اللي جنبه، وقلت الغرفة حق دائرة التحالف أبو عبد الرحمن العبد إبراهيم الحربي جنبنا. أخذ الجهاز من السيارة وراح الغرفة في مكان غرفة حق أبو عبد الرحمن العبد إبراهيم الحربي، وضع الجهاز في الغرفة. عندما سألنا عبد الله كيف يمكن أن يحصل ذلك في منطقة حساسة كهذه، حدثنا عن سر الثقة التي حظي بها طاقم القناة السعودية التي تبث من دبي. في خدمات على البر السور، والبسور يعني بعيد، والناس واثقين فينا لأن احنا جينا عن طريق الأمير فهد بن تركي وجابوا لنا كل التسريعات وكل التدريب. في اليوم الثاني نفس الوقت يعني الساعة 1 راح نفس المكان اللي راحه في اليوم الماضي، الغرفة حق أبو عبد الرحمن جاي التحالف مع إبراهيم الحربي. راح يعني سريع يعني حوالي دقيقة أو أكثر، راح أخذ وضع الجهاز وأخذ الجهاز الثاني، أخذ الجهاز مباشرة جنب السيارة قال لي خلاص يلا عبد الله نتحرك. فين نتحرك؟ الساعة 1 بعد الصلاة ننام إيش معنا؟ قال لي يلا تعال تعال نروح المستشفى. بحسب شهادة عبد الله كان المستشفى مقر اللقاء الدائم بين محمد العرب والضابط الإماراتي. أول ما وصلنا قرب المستشفى الرجل منتظرنا،
اخذ الجهاز قال له شكرا يا محمد ما تقصرت يا محمد وراح. واستمرينا على هذا المكان على هذا النسج يوميا، ما يعطي روايه عبد الله صلاح مزيدا من الاهميه هو توافقها مع ما يقوله المتخصصون في شؤون المنطقه. في مجلس التعاون الخليجي لعبت الامارات دورا مهما في التحكم في المملكه العربيه السعوديه، ومن هنا نرى ان السياسه التي تبنتها المملكه العربيه السعوديه ضد العديد من الشعوب في المنطقه كانت الامارات تحرك خيوطها من الداخل وفي العلن عبر المملكه العربيه السعوديه. أعتقد أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يمارس تأثيرا لا يستهان به على ولي العهد السعودي الحالي محمد بن سلمان. من الأشياء التي لاحظتها على الأستاذ محمد عرب أثناء تغذيتنا باليمن كان أي طلعة نطلع نصور لها بر خارج وقت مدرجة التحالف يكتب تقارير نحن هنا اليوم أي طلعة عن الجبهة عن الأحداث متواجد في الجبهة كان يكتب تقرير يعني يوميا ويسلمه للإماراتيين، وكان يكلمني اللي عبد الله لا أحد يعلم إن إحنا بنروح نلتقي للضابط الإماراتي، إذا سألك أبو عبد الرحمن أو سألك أبو علي أو سألك أبو عبد الله مقدم تركي يقول له رحنا المستشفى الأستاذ كان تعبان. كنا كان بعض الأحيان ناخذ الكاميرا الجبروب، الكاميرا الجبروب مثلا توضح لنا نروح مكان جبال مكان اي مكان بس ما في شيء يسلمها للتصوير، يعني ما في شيء يسلمها ل يعني ننسخها ونصلحها ضمن التقارير اللي كنا نصلحها، لا كان يسلمها طوالي مباشره للاماراتيين. مرتين رحت انا اسلم التقرير بيدي، يعني اللي انا شفت راح عبد الله لا حد يعلم بس انت رحت يعني كثير يعني كثير جدا اللي انت اخوي لا احد يعلم بايش بشتغل، انا تعرف تفاصيل حياتي كلها. من الاشياء المؤكده لي واللي شفتها بعيني ان ارتباط الاستاذ محمد العرب بالاماراتيين و يعني الشغل مخابرتي لهم 100% حادثه ان احنا كنا جالسين بقعده عند السعوديين انا موجود الاستاذ محمد العرب امامي الاخ المصري جنب الاستاذ محمد العرب أبو سعود كان موجود على يساري، وكان فينا أبو سعود الفيصل السبعي مع أوراق الأستاذ محمد العرب. لما خرج أبو سعود فيصل السبعي الأستاذ محمد العرب أخذ تلفون وصور الأوراق، صور أوراق خاصة بالفيصل السبعي. أنا شفته يعني مندهش يعني كيف حاجة خصوصية يعني يشوف الأستاذ محمد العرب أشر لي هكذا لا تفلق ويشوف عند الأخ المصري، الأخ المصري كان في بيشوف كان في نت بيشوف تلفونه. تكمن خطورة هذه الرواية في غموض التحركات الإماراتية وانعكاساتها على جدية التحالف في تحقيق أهدافه المعلنة. وهل السعودية متوافقة مع هذه التصرفات الغريبة أم مضطرة للصمت؟ الإمارات حاضرة في العديد من الجبهات الدولية وتسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية بشكل لا يتناسب مع حجمها، لهذا نرى أنها باتت تستخدم المملكة العربية السعودية. نعم محمود، أنا الآن في شبوة، وقبل الحديث عن هذا الموضوع لابد أن نتحدث عن قبل ما نروح بيوم الشبوة رحنا بالليل عند الضباط الإماراتيين في المستشفى الإماراتية. الأستاذ محمد العرب دخل من صالة الضيافة أنا وهو وجلسنا في دار الضيافة في المستشفى، كلمنا الضباط الإماراتي وقلنا له بكرة أنا بروح الشبوة البيضاء جبهة جديدة، إيش توجيهاتكم؟ الضباط الإماراتي راح الغرفة اللي بجوار الصالة، بعد حوالي ربع ساعة جاء قال له تمام يسلم عليك و خلاص تروح شبوه، بس شوف لنا شبوه يعني مع ما هي شيء ما مش معنا ناس في شبوه، يعني مش معنا ناس مقربين في شبوه، والقيادة في شبوه كلها مرتبطة بالفريق الأحمر، فما قدرناش يعني علاقتهم بالأحمر
كبير جدا. كانت الذهاب الى شبوه يعني استخباراتيه اكثر ما تكون كتغطيه اعلاميه. في احدى لقاءات محمد العرب بالضابط الاماراتي لم يخفي الضابط توجسه من عبد الله صلاح ومن وجوده الدائم بجوار محمد العرب، ولم يخلو النقاش من نبره التهديد. قال له شوف صاحبك هذا ثقة؟ قال له نعم هذا ثقة، وهذا جبته معي وواثق فيه كأنه أنا، كان هذا أعتبر هذا محمد العرب، هذا أخو محمد العرب. قال له طيب ماشي نزل عدن. لما تركنا الضابط الإماراتي لسه محمد العرب نزلني في جواري بالسيارة، أنا كلمته إيش عدن يا أستاذ؟ قال لي شوف يا عبد الله، حول عدن في سجون إماراتية مع سجون في المكلا، حول الناس مش عاديين يا عبد الله، أنا طمنته على أساس إن أنت جا وإن أنت كأنك أخو محمد العرب، أنت جبتك معي تشتغل مصور وخلاص شوف ولا تتكلم بحاجة، حول الناس ممكن تروح فيها يا عبد الله حياتك كلها، ممكن ياخذوك يسجنوك أي حاجة، أنا يمكن في هذه اللحظة ما أقدر أدافع عليك. بس أنت عليك شفت سمعت إنسان. ما يلفت الانتباه ونحن نفحص شهادتي عبد الله صلاح وعيدروس عبد الوارث هو مدى استعداد الإمارات لتجاوز كل المحظورات في سبيل تحقيق أهدافها. ف يعني كان يقوم بعملية الأسئلة هذه المحققات، وفي عندهم عنف، في عندهم ضرب، نفس الشيء. فأنت تستغرب انه يعني عنصر نسائي، هذا شيء جديد انا بالنسبه لي، انه في لجنه للتحقيق فيها نساء وهم بنفس الشيء بادوار التعذيب وادوار محققات ومحققين، يعني ممكن تقول محقق لكن كمان محققات، ويشاهد هذا التعذيب وهذه الساديه وهذا، يعني شيء رهيب، يعني دائما تعيش في صدمه. وبعدين يعني هو حتى انا يعني لما كان يعذب انا الدموع تنزل يعني طبيعه الحال، يعني يقول لي انت يعني ما تخجل من المحققات. المرحلة الثانية دخولنا اليمن، قبل ما ندخل بيوم واحد فيصل السبيعي أبو سعود بيكلم الأستاذ محمد العرب بيقول له بكرة أنا بروح مارك، طيارتي في بكرة تروح. أقول له تمام خلاص بنروح سوا، أنا معي الموظف اللي جاي على أساس إن إحنا نروح طيارة واحدة أنا وأنت، نروح يعني نسافر سوا. خلاص كلمت خلص المكالمه مع ابو سعود، قال له خلاص، قال لي عبد الله جهز الفريق وجهز الشباب ونروح الشروره على اساس نسافر بمروحية واحده. سمح معرض اتصل من تليفونه الجديد هذا اللي فيه شريحه اماراتيه، اتصل الضابط الاماراتي يقول له خلاص جات الموافقه بكره انا بروح ادخل معك. قال له تمام خلاص. اللي بعد ساعه اتصل الضابط الاماراتي يقول له يا محمد لا تروحش بالمرحلة حق بكرة، حاول انك تنجي اليوم. هي مو صلاح يجي يوم الثلاثاء، مو صلاح يجي الهام من ابريل لعام 2017، مو صلاح يجي ما تصل قيادة التحالف سقوط مروحية على متنها 12 ضابطا وجنديا من القوات السعودية. حينها تناولت وسائل الإعلام إمكانية حدوث ذلك بنيران صديقة. خلال ساعة من نشر الخبر يتصل الأستاذ محمد العربي يقول له سلامة ايش في حصل، في شباب حصل من ربعنا؟ قال له ايوه. قال له فيصل معهم؟ قال له ايوه فيصل معهم. فالرجال انصدمنا كلنا، يعني للأمانة يعني ابو فيصل السبيعي الله يرحمه كان رجل محترم حبوب طيب. انا خدمت الإمارات بكل إخلاص، خدمت الدولة هذه بكل إخلاص، عمري ما دخلت قسم شرطة أو نيابة أو محكمة، ما عندي حتى